السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك حبيب الله زيكم حبيبي عاملين ايه وحشتوني يا رب تكونوا بخير وجعل سعاده الدنيا بين ايديك وتحت رجليك يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مرة تشوفيها ريت تنزل تشرفيني وتنوريني وتشتركي فيها ما تنسيش تفعل زر الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوة دي يوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اول حاجة كده ده يوم السوق فتعال نشوف جايبين ايه عشان حاجة الاسبوع طبعا ومن ضمنهم حاجات هنفرزها مع بعض وحاجات هنسيبها طبعا ايه هنكمل بها بقية الاسبوع يعني فاول حاجة كده بنات كان عيش وبسلة طبعا البسلة جميلة جدا الايام دي وحلوة فلو حابة تفرزي لي كم كيس عشان رمضان باذن الله إيه هي مسكرة حاليا وجميلة يعني انا من عشاء البسلة طبعا مع اللحمة وكده بتبقى جميلة طبعا هنا برضو جايبين بطاطس وجايبين طماطم وجايبين الجوافيه دي يا بنات انا هفرزها وكمان هنا بطاطس والشبت والكزبره وكمان البصل الاخضر وطبعا ده الراعي الرسمي بتاع الشتاء يعني مش عايزه كلام هنا كمان البطاطس هبتدي كل حاجه احطها في المنظم بتاعها ودي احلى حاجه طبعا ان انت كل حاجه تكون حطها في منظمها ومستفاها كده بحيث ان انت لما بتشد الحاجه عشان تاخديها تبقى كل حاجه تمام عندك انا بجد المنظمات دي شالت وسهلت عني حاجات كتير جدا طبعا الجزر حطيته جنب الخيار كده والشنطه طبعا بتاعه الجزر النظيفه دي هنرميها احنا بنرميش حاجه ستات بيوت شاطرين وجادعين قوي طبعا آه هنا اللي حطيت فيها الشبت وكزبرة في الشنطة وحطيت البصل شلت بصلتين بس عشان كان في اليوم ده طبخين سمك فهناكله جنب السمك وكده كمان هنا الطماطم والفاكهة طبعا دي فاكهة فايدة عندي, عندي من الأسبوع اللي فات فما جبتش غير حاجات معينة جبت بس اللي هي الموز وموز والموز القديم ده يا بنات هنعمل بحاجة جميله قوي يعني في اخر اليوم نكافئ نفسنا بقى على تعب اليوم كله طبعا في حاجات انا بعملها معاكم وحاجات مش بعملها معاكم يعني اليوم كله انا عامله حاجات ممكن بشوي سمك آه بنعمل حاجات كتير يعني بنروق شقه بس انا يوم السوق ما بحبش اروق الشقه صراحه انا عندي آه ممكن اعملها يوم خميس بحيث ان الشقة تكون نضيفة قدامي يوم بقية الاسبوع كامل من يوم الجمعة لبقية الاسبوع الغسيل طبعا ملوش اي مواعيد معايا ممكن يومين في الاسبوع او ثلاثة او كل يوم على حسب يعني يا بنات فدي حاجة انا منظماها لنفسي وعمل لنفسي حاجة بمشي عليها كده نظام ماشي عليه طبعا هنا الطماطم برضو دي الطماطم القديمة هاخدها اعملها صلصة زي ما انتم متعودين معايا واللوجدات اتمنى كده ان انت تشرفيني وتنوريني وتشتركي في القناه وتكتبي لي كومنت تعرفيني ان انت جديده عشان انزل ارحب بيكي كلكم تاج على راسي طبعا هنا بقى حط إيه حطيت السوق إيه في المنظمات طبعا زي ما انتم شايفين الجوافية والفاكهه والفراوله طبعا حاجه كده جنان يعني يعيب عن فيها نسبه املاح عاليه بس معلش مين ما يحبش الفراوله كلنا بنحب الفراوله طبعا كده دخلت السوق كله ونظمته في التلاجة اللي عايز يتحط في التلاجة يتحط واللي عايز يتحط على الرقامة يتحط يعني كل نظمت كل حاجة في مكانها جيت هنا بقى على الطماطم ايه هنا حطيتها كلها طبعا في قلب الحوض كده الحوض مغسول يا بنات وعشان ما حدش يحكي يكتب لي حاجه في التعليقات الحوض انا دايما بخلي الحوض ده فل بمعنى كلمه فل ايه فهبتدي كده اشيل منه الحاجه ال العنقود بتاعه كده بتاعت الطماطم وهبتدي اغسلها كويس كده حطيت السداده وهبتدي اشيل الحته اللي فوق وهسيبها بحالها كده يا بنات هعملها بحالها كده هي طماطم حلوه معايا ما هياش يعني فيها حاجه مش حاجة طرية او كده يعني او بايظة او كده لا هي كلها بسم الله ما شاء الله كانت حلوة يعني بس انا قلت هعملها صلصة بما ان جالي طماطم جديدة وبجد الصلصة من النوع اللي بتوفر عليا لو عايز اعمل محشي او عايز اعمل اي تقلية او اي شوية مكرونة اي حاجة بجد هي موفرة وانا انصح اي واحدة ان هي تكتر بالذات في تفريزات الصلصة عشان جاي لك رمضان باذن الله كده ربنا يجعله دخلته دخلة الهنا والسعادة علينا يا رب وبيوتنا مليانة بالخير والبركة وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد كده يعني بإذن الله الفيديو هينزل لكم في أول يوم في رأس السنة طبعا في السنة الجديدة فربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم ويرزقكم فيها الخير واللي ما حققش حاجة يحققها السنة دي بإذن الله بجد ربنا يسعد قلوبكم ربنا يفرحكم ربنا يفرحنا جميعا يعني وسواء اخواتنا المسيحيين واخواتي المسلمين فربنا كده يفرحنا في كل احنا كلنا اخوه فربنا يفرحنا ويسعدنا ويجعلها سنة سعيدة علينا جميعا اللهم امين يا رب العالمين وكده وان احنا نكون قريبين لربنا اكتر واكتر يعني السنة دي نكون قريبين اكتر واكتر لربنا اللهم امين يا رب العالمين وما ننساش كده نصلي على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب الله اول حاجه كده بعد ما عشان ما اروحش منكم بعيد جيت يا حبايبي هنا الطماطم طبعا أط... انا شلت بس الحته الخضراء اللي بتبقى فوق كده وسبتها بحالها وجيت رفعتها على النار في حله كبيره حله السراميك وحطيت شويه ميه صغيرين كوبايه بالظبط ورفعتها على النار وهسيبها مع بعضها اول ما بتغلي كده بقوم هديها عليها وسايباها مع... مع مع نفسها يعني لحد ما تبقى زي ما بنقول مهية كده يعني تستوي خالص عشان ايه وبسيبها تبرد وبعدين بضربها في الخلاط جيت هنا برضو الجوافية هكذا ايه غسلتها برضو وهبتدى اقطعها كده بالبزر بتاعها لان البزر اللي بيبقى فيه انا كنت الاول يا بنات والله بعملها من غير البزر بس ايه يعني حد كبير يعني قال لي ان هي الفايدة كلها بتبقى في البزر فليه بقى ونستفيد بكل حاجه وبما اننا هنفرزها يعني إيه ولو طلعناها قبلها بنص ساعه ساعه والله العظيم هتبقى تمام وحلوه وهتعرف تتضرب في الخلاط يعني نعصرها في الخلاط بطريقه سهله وبسيطه وكده وحاجات هتسهل علينا فيما بعد يعني دي انا من واحده من الناس بحب الحاجه اللي بتسهل عليكي طبعا اتمنى ان انا لو بفيدك لو بمعلومه بسيطه كده اتمنى ان انت تدعي لي دعوه من قلبك كده إيه دعوه الاربعين واحد كده يعني مجابه فربنا يسعدكم وربنا يفرحكم وشكرا شكرا شكرا ان انتم مفرحيني بتعليقاتكم الجميله إيه ربنا يسعدكم والله انا بدعي لكم من قلبي إيه ويجعل دعاية من حدكم من نصب اللهم امين يا رب العالمين إيه وشكرا طبعا على الناس الجديده اللي دخلت لي كلكم تاج على راسي واتمنى ان انا افيدكم لو بحاجه بسيطه فلو انت اول مره تشوف القناه انزلي حطي اللايك بتاعك الجميل والاشتراك وكمان تدخلي على البيتج بتاعتي باسم من بيت امل إيه اموله شانل يا كده تنوريني عليها على البيتج بتاعتي على الفيسبوك طبعا هنا حبايبي جيت فرزت بقى اللي عملتهم ثلاث اكياس لحد ما هجيب باذن الله وهعملها معاكم برضو. وفاض شويه كده هعمل بهم الكوكتيل بقى بتاعنا الحلو فقبل ما نعمل الكوكتيل طبعا احنا خلصنا كل التفريزات جينا بقى على الجد الجد اللي هو ايه البسلة عشان ايه اظبطها كده هنا بقى جيت على البسلة حبايبي فرغتها كلها كده حطيت شنط على هنا شنط على الرخامة وهبتدي طبعا ايه اعمل آه البسلة معاكم طبعا البنات بيعملوا معايا فربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم كده ويجعلهم كده آه دكاترة ومهندسين اللهم امين يا رب العالمين ربنا يسعدهم فكانوا بيساعدوني يعني فهنا بقى هبتدي افصص البسلة طبعا دي من احلى الحاجات هي يعني بتبقى حاجة مملة بس والله ما بيكون كم ايد بتعمل معاكي بتبقى حاجة حلوة قوي وخصوصا الكلام اللي بقعد يتقال بقى وانت قاعدة بتعملي في البسلة جد بتبقى كلام يعني وتقعد حلو قوي يعني وتقعدي تتحكي وتهزري كده فبيبقى حاجة حلوة طبعا انت مفصصة كمية البسلة كلها امال هتفرزيها كلها لا يا بنات انا مش هفرزها كلها انا هعمل كمية افرزها وكل مرة هجيب كده وفرز يعني انا مش هفرز كتير يعني كم كيس بس عشان رمضان باذن الله انا شايفاك انت لسه محطتيش اللايك حط اللايك وكمان انزلي كده شرفيني ونوريني واشتركي في القناة طبعا انا كنت خلصت خلصنا شوية بقى طبعا يعني ما فيش احلى من كده فهبتدي اخلص الكميه كلها برضو هنغسلها ونظبطها كده هنا برضو جبت المصفى وهبتدي اغسلها واصفي بقى البسلة طبعا من الحاجات الجميلة جدا اللي انا بعشق البسلة واكيد في ناس كتير بتحبها يعني مش انا لوحدي حط اللايك دخلت على بتاعتي هنا برضو هبتدي اصفيها وهنا إيه وريكم طبعا دول اللي هطبخهم ودول اللي هفرزها. طبعا الحته نظيفه حواليا ما فيش غير الحاجه بالظبط دي الحاجه اللي عايزه اقولها لكم ان انتوا طول ما بتعملوا حاجه خلصوا حاجه ونظفوا نظفوا بعدها وبعد كده ارجع لي الحاجه الثانيه ما تسيبيش الحاجه كلها تتكون فوق دماغك لا انا ماشيه بالحاجه دي يا بنات اخر حاجه عملتها البسله وبعد كده قلت بقى ايه هعمل حاجه كده نكافئ نفسي انا والبنات بيها لان بجد هما يعني بسم الله ما شاء الله ما بيشوفوني بعمل حاجه بيجوا يعملوا معايا يعني هنا برضو هبتدي جبت فراولة كده هبتدي اقطعها والموز برضو اللي انا قلت لكم ان انا اعمله مش هنرميه طبعا احنا ما بنرميش حاجة وكلنا ستات بيوت شاطرين وبنعرف نحافظ على كل حاجة كويس وكل حاجة لازم يعني ايه نطلع منها حاجة حلوة كده فجيت هنا برضو إيه قطعت موز وفراولة وعملت شوية الجوافية اللي انا كنت سايباهم من, من الجوافية يعني من تقطيع الجوافية هاخدهم برضو اعملهم عصير كده وهحطها على الكوكتيل بجد مفيش احلى من كده. هنا كنت عصرتهم. ادي آه قادي في الشفشة في الدورة يعني. وهبتدي احطه بجد كان جميل جدا والبنات فرحوا بيه جدا. آه فدي احلى حاجة. آه والى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.